طب كلمينا بقى يا غادة على أكل أول يوم العيد، هنعمل إيه يا غادة الصبح في الفطار ثم في الغداء؟ طيب انا بالنسبه لاول يوم عيد في الفطار، انا بالنسبه لي انا مش شايفه ان انا بعمل كالوريز كتيره. بحط معلقه سمنه بلدي مع الكلاوي والكبد والقلوب ومع حته ليا بس، خلاص بس وعيش ليا بلدي. بس يا جماعه حاجات نص كلها رغيف عيش بسيطه. بلدي، نص رغيف عيش بلدي الصبح. اه يعني انا بتكلم على طب البورشن ليه بتاعتي يعني. ليه ليا بقى ما نعملها ماشي بمعلقه سمنه ما فيش مشكلة وكبده نشيل، في ناس وكلاوي. في انا بتكلم على الناس اللي بتحب بقى تحط كل حاجة. يعني احنا في البيت ما بنحطش ليا على الكبد والكلاوي، بس انا النهارده مثلا عاملاها بالليا. اه عيب. بتزود الطعم يعني، بتعمل ايه؟ تبقى تيستي اكتر. اه ومعاها بقى شوية فلفل سبايسي كده وتوم، توم حبة حلوين عشان الصوص ينزل بقى نعرف نغمس، فاهمة؟ هو احلى حاجة في موضوع التغميسة ايوه يعني. وجنبيها انا احنا بناكل جنبيها طبق بطاطس محمره كمان. كمان ده ناس بقى تعمله في الاير فراير، يعني هو ماشي ده، يعني احسن هو ده الحق اللي يعني. ربنا ممكن كرمك بيه ما فرقتش تعمله. قوي يعني، اه هي ده اللي ما ربنا فرقتش دي. كرمك. اه طيب ادي الفطار وبعدين الغداء رقاق زي ما حضرتك قلتي، لازم رقاق بقى، لازم رقاق طبقات بقى، طبقات من طبقات الرقاق، اربعه تحت واربعه فوق، وسقسقي وسقسقه بالسمنه والمرقه. والسمنة. ايوه. وجنبيها الفته، وكمان في الطرب والممبار ولا ايه؟ لا انا ولا ايه؟